على بعد 13 كيلومترا من مدينة تازة في عمق الأطلس المغربي، يحج إليه كل من يعشق معانقة مبارج الطبيعة. موقع جغرافي وسياحي جذاب بتضاريس جبلية ترتفع ما بين 1000 و1500 متر. الفكرة ديال الشريط جاتني، كنت قايم زيارة في الطائرة لرباط باريس، وكانت فيه واحد الكتالوج ديال رويال ماروك خاص على المياه في الغرب، أنا بعيد المياه في المغرب، تكلموا على المغرب كله إلا تازة، تازة وتقول كلمة على المنابع ديال تازة. فكرت قلت نكتب رسالة ديال يعني ملاحظات المسؤول على رويال ماروك، ولا قلت لا غادي ندير شريط على مدينة، لأنه أنا تزاديت في تازة، كبرت في تازة، والأغلبية تاع هاد المنابع ديال الماء شفتهم وأنا صغير. ديجا مبدئيا العام اللي دازت الحلقة الأولى ديال الفستيفال درت شريط على مدينة تازة، سميتو ذاكرة مدينة، المدينة العتيقة كما، وكذلك ريبورتاج بالدرون على النواحي ديالها. الشريط بالنسبة لي أولا باش يبين تازا شنو هو، وشنو هو التراث اللي كاين في تازا من غير رجال تازا، تازا عندها رجالات كبار يعني منهم، ونذكر لك غير اسم واحد نافيغاتور كان عيطو نابوليون، حيت نابوليون احتل مصر، كانت اسكندريه ديما كتغرق، اتصل بهذاك البحار المغربي الاميرال المغربي باش هو دارو الحسن الكسندري، غير باش نعطيك مثال. كاين يعني بزاف ديال الرجال هادي مجاو الدنيا، مدينة تازة مهملة، يعني مهملة ما كاين لا مشاريع لا يعني، قلت الوسيلة الوحيدة نعمل واحد الشريط اللي يبين إمكانيات ديال الاستثمار، والاستثمار في هذا الميدان ماشي غالي، كيكلفش يعني تكاليف باهظة، يعني الأغلبية ديال هاد منابع الماء ما عندكش كيتوصل ليهم. كنا دائما باش كنهودو الماتيريال وليزيكيب كنهودو على الحمير، كنكريو الحمير وكنهودو باش نصوروه. كاين بعض المنابع اللي هي كيجيو الناس باش يداووا فيها، بحال مثلا عين القوى، عين القوى ما معروفاش، ما سجلاش في سجل ديال الابار وديال العيون في المغرب، ما كايناش تماما. كاين كذلك واحد عين الجوع، شنو عين الجوع؟ عين الجوع يعني يمكن لك تاكلي حولي تاكليه، تشربي الماء ديال عين الجوع كتجوعي، ما كيبقاش عندك. كاين واحد العين ما عندهاش حتى السميه، سميتها الصوندا، لانه غير مول الارض حفر بالصوندا، وشنو طلع الماء سخون فيه الكبريت بحال داك الشكل ديال مول يعقوب، وشكون اللي كيستافد منه؟ غير الناس ديال القبيله، يعني ما معروفش تماما حتى عند شي واحد. وكاين كذلك مغارات كثيره، الناس اللي كتعرف غير المغاره ديال فريواتو، وعلاش؟ لانه الوصول للفريواتو سهل، كاين الطريق 500 600 متر كتكون المغارات الاخرين ما كاينش، يعني الوصول لهم صعيب. واحد المغاره درنا تقريبا 24 ساعه باش وصلنا لها بالعتاد، واضطريت ندير التصوير تقريبا بربعه ديال ليزيكيب، اربعه، لانه باش دخلنا المغارات كان خصنا نصوروا مختصين بالسبيولوج، مختصين كاين شي صور يعني داك الشيء غريب ديالهم، وكنظن غتكون انطلاقه ديال مدينه ديال تازه.
ولمن أراد استكشاف موقع تازت الرائع بين قمم الجبال والغابات عليه بجبال تزكى. سبحان من جعل لنا مما خلق ظلالا وجعل لنا الجبال أكنانا. مدينة تازا غنية بالمكونات المجتمع ديالها، هي مدينة ديال إقليم تازا، بحثنا على إقليم تازا مكون بخمسة القبائل، وكل قبيلة عندها يعني مشهورة عالمية، كاين بني وريان، غياتا، براناس، تول إلى آخره، عندهم مسائل خاصة بهم، لا في الأكل، لا في اللباس، لا في العادات وكل شيء، ولهذا باغي نخلق أميزي باش يعني هاد المسائل كلها تكون في ذاك الميزي، باش اللي بغى يشوف تازا يمكن يدوز الميزي ويعرف شنو هي تازا، شنو هو إقليم ديال تازا. وبالنسبة لي للفيستيفال كنحاول ما أمكن نعرض توازا فين ما كانوا، اللي في أمريكا، اللي في فرنسا، اللي في كندا، نعرض باش يجيو يشوفوا بلادهم وشنو يمكن يعملوا في بلادهم. وعندي يقين المستقبل قريب أغلبية ديال المستثمرين توازا غيجيو لبلادهم باش يشوفوا، فعلا يعني كان واحد العمل فني رائع هذاك الفيلم تازا منابع المياه، تازا سورس دو، من اخراج وانتاج السيد قويدر بناني اللي كان مدير سابق في سسام ويعني وعنده خبره في هذا المجال. كان الفكره اصلا جات بانه كان شاف واحد المجموعه ديال المنابع، مدن والاقاليم والمنابع المياه ديالها وكيهضروا عليها صوف تازا، تما جاتو الفكره انه يصور هذا الفيلم، وكنت انا يعني من المشجعين على هذه الخطوه هذه. ولكن صراحه ما كنتش متخيله ان تخرج ان شيدوفر، نقدر نقول عليها ان شيدوفر، لان فريمون الجمهور بزاف عبر على الاعجاب ديالو كبير لهذا لدرجه ان فعلا مجموعه الصحفيين اللي كاينين تما منهم مجموعه ديال الناس اللي كانوا حاضرين نهار الاول نهار الافتتاح وطلبوا اعاده، واليوم ما بعد الاختتام راهم كاينين دابا في المسرح، يعني السيد العامل والسلطات ومجموعه المسؤولين طلبوا انهم يشوفوا هذا الدوكيومونتير وراهم كيتفرجوا فيه، وكنتمنى يكون صدى. تلقينا وعود بان غادي تعرض هذا الشريط وغادي يشوفوا، لان فريمون واحد يعني واحد الموروث، واحد الكنز مائي، واحد المناظر طبيعيه خلابه اللي ما كاينه. كنشوف ماشي انني ابنه مدينه تازا، مي الحقيقه ما كايناش زعما في المدن السياحيه اللي معروفه عندنا في المغرب بحال افران، ازيلال، ومجموعه المدن الساحليه، وبل مجموعه المدن اللي على الصعيد الدولي، يعني تضاهي مجموعه المدن على الصعيد الدولي. وما زاد هذا الدوكيومونتير حلاوه وجمال هو الطريقه الاسلوب اللي كتبته اصلا ايضا الاخت ديالي سعاد اليعقوبي، صحفيه بالاذاعه، يعني هي معروفه، هي كاتبه صحفيه وكاتبه وشاعره، وعندها تبارك الله كنقولها القلم والريشه التي لا تنضب، تبارك الله، لان حتى هي ملي شافت الصور حبات الفيلم وصافي، وبقات كتمشي مع الصور وكتعبر عليهم وكتوصف الوصف، عندها تبارك الله ديك ملكه الوصف بواحد الاسلوب اللي فريمون خلانا نحلموا، خلى كاع الناس اللي تفرجوا حلموا مع شعرية الصوت. طبيعة الحال غنحشم نهضر على نفسي، مي يعني كما زعما مشاهدات الجميع يعني عجبهم الصوت اصلا، ربما حتى انا قريته بواحد بحب، لان الاقليم مدينتي، لان فريمون كنشوفها بانها مظلومه، يعني خصها تاخذ حقها، خصنا نفضوا عليها الغبار، حنا ولاد تازا اللي خصنا نتحركوا باش نهضوا بهذه المدينه، حنا اللي خصنا نديروا شي حاجه لهذه المدينه، واقل ما يمكن نديروا هو بعد على الاقل تنظيم هذا المهرجان، راه في حد ذاته خطوه كبيره، لانه اعطاه واحد الاشعاع. كانت الفرصه ديال هذا الدوكيومونتير انه عرف بهذا الكنز، بهذا الزخم ديال مصادر المياه اللي كاينه في تازا. هو اول حاجه اللي يمكن نقولها على هذا الفيلم الوثائقي اللي كان من اخراج الاستاذ قويدر بناني، رئيس جمعيه المهرجان الدولي للسينما بتازا،
يعني كان فيلم وثائقي ناجح بامتياز وجبر صدى كبير عند كل الحاضرين، كل الضيوف، كل الصحفيين اللي حضروا هذا المهرجان. يعني صدى كبير، ويعني أثلج صدري بالفعل. الناس بزاف تفاعلوا مع هذه الصورة، تفاعلوا مع النص، وتفاعلوا مع الإلقاء، مع الصوت. يعني كانت هناك تناغم ما بين صوت وصورة ونص. شيء جميل أنك تشوف منتوج كتبتيه في حالة من الهيام، لأن مني تعطى لي الفيلم على شكل صور فقط بحكم الإحساس ديالي والانتماء ديالي لمدينة تازة، وكنشوف هذيك الثروات المائية الهائلة والمؤهلات الطبيعية اللي كتوفر عليها مدينة تازة، ولكن للأسف تعاني من الإهمال ومن التهميش. طبعا ربما هذاك الإحساس بالغيرة على ديك المؤهلات الطبيعية هو اللي خرج مني كل ذاك التعابير فيها ربما نوع من الاستعطاف الالتفات إلى هذه المدينة. أحيانا كان فيها نوع من العتاب على تهميش هذه المؤهلات، وأحيانا كان فيها واحد الحلم، كانت فيها مخاطبة للروح، كانت فيها مخاطبة للوجدان، كانت فيها مخاطبة للمادة، للجانب الاقتصادي، ولكل غيور على ذيك المؤهلات. يمكن هذه كلها مجتمعة أعطتني ذاك النص اللي يعني أعجب به كل من استمع أو رأى هذا أو شاهد عفوا هذا الفيلم الوثائقي.